حلقة جديدة من استوديو العاصمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة سنناقش فيها قانون دار الإفتاء الذي صدر من المجلس الوطني الانتقالي الفترة الأخيرة بتاريخ 20 فبراير. هذا القانون الذي أثار حفيظة رابطة علماء ليبيا، واليوم سنتحدث عنه بالتفصيل مع الدكتور عمر مولود رئيس رابطة علماء ليبيا، وأيضا الدكتور عبد الإله الزايدي رئيس مجلس إدارة رابطة علماء ليبيا. أهلا وسهلا بكم حضرة الدكتور عمر مولود وكذلك الدكتور عبد الإله الزايدي. شكرا وبارك الله فيك ومرحبا بك. أهلا بك، الله يخليك. هذا القانون بالتأكيد يعني أثار حفيظتكم حضرة الشيخ، يعني أنتم رابطة علماء ليبيا، كنتم في الفترة الماضية قد راسلتم المجلس الوطني الانتقالي بأن يتم إيقاف هذا القانون، قانون دار الإفتاء. حدثنا يعني عن هذا القانون، ولماذا يعني تقدمت للمجلس الوطني بعدم صدور هذا القانون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله حمدا يليق بجلاله، ونشكره شكر من يرجو المزيد من خيراته وإفضاله، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وصحبه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. رب إني ضعيف فقوني، وفقير فاغنني، ومريض فاشفني، ومفرق فاجمع شملي. أترحم على شهدائنا الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، وأدعو لجرحانا بأن يشفوا مما أصابهم من جراح وآلام، كما أدعو لمن فقدوا أن يرجعوا إلى أهليهم سالمين غانمين. كذلك أدعو أن يكون ثوارنا في الموقع الذي نأمل أن يكون فيه من الحرص على مصلحة البلاد والحفاظ على حدودها وعلى أمنها، الأمن الكامل في جميع مناحيه وجوانبه. ومما لا ريب فيه أن العلماء في العهد الماضي قد أبعدوا وحرموا من ممارسة ما ينبغي أن يمارسوه بوصفهم علماء، إذ أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وورثة الأنبياء لهم القيادة والسيادة والريادة في ميادين الإصلاح وعلاج الأخطاء، وهم بمثابة أطباء الجسم هم أطباء للأرواح، فهم يعالجون ما يبدر من بعض من الناس من المخالفات، ويردون المخالفين إلى جادة الصواب بفضل ما عرفوه من شرع الله سبحانه وتعالى، وبتوجيهاتهم وإرشاداتهم وأوامرهم ونواهيهم تصلح الأمة إن استجابوا لهذه الأوامر والنواهي. ومن شأن العقلاء أن يستجيبوا لدعوة العلماء، ففي العهد المنتهي جنب العلماء، بل تم إبعادهم، بل احتقارهم، بل تناسيهم، حتى شعروا بأنهم شريحة مهملة منسية، وكان الواجب ألا ينسوا، بل الواجب أن يقودوا الأمة إلى ما فيه خيرها وصلاحها. ولكن والحمد لله، بعد ثورة السابع عشر من فبراير شعر علماء الأمة بأن عليهم أن يقوموا بواجبهم على الوجه الكامل، حتى يشعروا بأنهم أدوا إلى الوطن بعض ما يجب عليهم نحوه. ولذلك تأسست رابطة لهؤلاء العلماء،
حيث تنادى علماء البلاد من أقصاها إلى أدناها، وتكررت اجتماعاتهم ولقاءاتهم ودراستهم لأوضاع البلاد، حيث انتشرت الفتوى في العهد السابق على ألسنة من لم يكونوا مؤهلين لأن يفتوا، ودخل ميدان الإفتاء كل من هب ودب، وكان الواجب أن يقتصر على الفتوى من تأهلوا لذلك تأهلا علميا ودينيا وروحيا، حتى يأمن المفتي من الخطأ، وحتى يأمن الناس من اتباع من لم يكن مؤهلا لأن يفتي. وعلى كل حال فإننا الآن نشعر بأننا بدأنا الطريق، لكننا فوجئنا بشيء القصد منه تنظيم الفتوى، ولكن هذا الذي صدر يحتاج إلى إبداء الملاحظات، فطلبنا أن يكون القانون بين أيدينا لنبدي رأينا بصفتنا متخصصين. يحتاج إلى نظر يعني. يحتاج إلى نظر، والعلماء ذو التخصص الذي له علاقة قوية بهذا الواجب هم أولى بأن ينظروا وأن يؤخذ رأيهم واقتراحهم في الموضوع. فلما شعر المسؤولون بأن لنا هذه الوجهة وهذا التوجه، طلب منا أن ننظر فيه، وأعطيت لنا مهلة كافية في الظاهر، حيث سلم لنا القانون ووزعناه على علماء البلاد، والبلاد واسعة منتشرة، وزعناه على إلى الجنوب وإلى الشرق وإلى الوسط وإلى العلماء في أنحاء البلاد كلها، وكنا نأمل أن يعطى لنا على الأقل أسبوع، حيث نجمع مقترحات وملاحظات العلماء المتخصصين، ولكن للأسف أعطي لنا هذا القانون يوم 19 تقريبا من هذا الشهر، ثم يوم 20 صدر القانون. فهنا ملاحظاتنا لم نتمكن من تسليمها للجهات بحيث تنظر فيها وتأخذ منها ما تراه صالحا، ونحن نرى أن ملاحظاتنا كلها صالحة، والأولى حتى يكون القانون قانونا صحيحا سليما يسير عليه المفتون الذين تم التعرض لهم وتم التعرض لتنظيمهم، حتى يكون سلوكهم في فتواهم سلوكا صحيحا، وفتاويهم تكون معقولة، ويسند الأمر إلى من هو أهل لذلك، ونتفادى كثيرا من الأخطاء التي وقع فيها مشروع القانون. للأسف إن مشروع القانون عندما صدر بأخطائه وبنواقصه، ونحن لسنا ضد أحد فيما نبديه من ملاحظات، وإنما نريد أن يكون قانوننا الذي تسير عليه الفتوى قانونا صحيحا سليما، من تسند إليه مهمة الفتوى يكون جانبه مأمونا، ويكون أيضا أهلا لأن يقول في شرع الله. عندما نتتبع هذا القانون نجده فيه فجوات كثيرة، وفيه نواقص كثيرة، وفيه ملاحظات كثيرة يصعب تناوله في حلقة أو حلقتين أو ثلاث، ولكننا جمعناها في ورقات غطت جوانب النقص، ونأمل أن تتفادى هذه الأخطاء بتعديل هذا القانون عن طريق بعد أن تؤخذ هذه الملاحظات وتدرس وينظر فيها، ونحن مستعدون لأن نجالس من وضعوا هذا القانون، وأن نناقشهم وأن يناقشونا، وأن يبدوا لنا ما يرونه حول مقترحاتنا وآرائنا في الموضوع. ومن العيب كل العيب أن
أن يتجاهل المسؤولون مقترحات العلماء الذين هم متخصصون في هذا المجال والذين لهم الحق أن يقولوا ما يقولونه في مجال تخصصهم، ولا يصح أن يغيبوا وأن يغيب رأيهم في الموضوع، ومن الحيف ومن الظلم للمصلحة العامة أن يتم تجاهل هذه المقترحات والملاحظات، وأن يصدر القانون قبل أن تؤخذ هذه المقترحات، ولم يعطى إلا يوم واحد، وبدون شك فإن اليوم الواحد لا يمكن أن تجمع فيه المقترحات، بل لا يمكن أن يتم الاطلاع على القانون اطلاعا كاملا حتى نقول يمكن أن تجمع الملاحظات حوله. وعندما ننظر من بين النواقص يعني تشكيل مجلسي الإفتاء الذي هو مجلس الدار ومجلس البحوث، نجده في 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 تكوين المجلسين ضعف واضح. مجلس الدار الذي هو ينبغي أن يكون الأساس، الذي هو يساند المفتي، الذي يتكون من المفتي ونائبه ومن المفتين في المناطق المختلفة ومن مساعدي المفتين أيضا المتواجدين في المناطق المختلفة، هؤلاء لهم يعني دراية ولهم واجب كبير جدا، فهؤلاء يعينهم المفتي، بينما المجلس الثاني يعين من المجلس الانتقالي. وكأن مجلس الداري شأنه أضعف من شأن المجلس الثاني الذي هو مجلس البحوث. مجلس البحوث يعني عندما يعين من المجلس الانتقالي أعطيت له القوة الكبيرة، وهذا فيه فجوة كبيرة لا يمكن أن تصدر أن تؤخذ أو أن توجد في مثل هذا، وهو قول القانون يجوز الاستعانة بعلماء من خارج البلاد فيه. كيف يخطط شخص لا يعرف أعراف البلاد ولا يعرف كثيرا من عاداتها؟ ومن شروط المفتي أن يكون عالما بأعراف البلاد، وإذا كان المفتي لابد أن يكون عارفا بالبلاد، فلابد أن يكون من يهيئ له الجو بالأبحاث وبالقوانين وباللوائح وبالأمور كلها، لابد أن يكون عارفا أيضا بأعراف البلاد. ماذا يقصد؟ يعني يقصد باستعانة بعلماء غير ليبيين، غير ليبيين، أو بعلماء ليبيين كانوا في الخارج؟ لا بعلماء غير ليبيين. وعلماء غير ليبيين لا يصح أن يخططوا لنا في مجال يشترط أن يكون فيه العلماء عارفين بأعراف البلاد حتى تكون بصيرتهم التي هم يسيرونها ومهمتهم التي يقومون بها، لابد أن يكونوا عارفين بأعراف البلاد وعاداتهم. فهذا خلل، نحن لسنا في حاجة إلى الاستعانة بمن يخطط لنا في هذا المجال. نظرا لأنه يخصنا كما يخص بلدان أخرى، يعني ما يذكر في هذا المقام، فلا يصح أن يؤتى بأناس من خارج بلادهم ليخططوا لهم في شأن الفتاوى ما يسيرون عليه في مستقبل مسيرتهم. هذه مادة نص عليها القانون؟ نعم نص عليها القانون وصدر، وإحنا أبدينا اقتراحنا حولها أنه لا يجوز الاستعانة بعلماء من خارج البلاد في هذا المجال، وصدر القانون وهو يحتوي هذه الفقرة في هذه المادة. نعم. سنعود لهذه النقطة فضيلة الشيخ عمر، ولكن أذهب لفضيلة الأستاذ والدكتور عبد الإله. الشيخ يعني تحدث عن رابطة علماء ليبيا، هذه الرابطة يعني يأخذني هنا السؤال إلى أن هناك العديد من الأجسام
يعني بالنسبة كذلك يعني المؤسسات الدينية كغيرها من المؤسسات في المجتمع الليبي، يعني تكونت العديد من الأجسام، رابطة علماء ليبيا، هيئة علماء ليبيا، هيئة وعاظ ليبيا. يعني هنا شرعية هذه الرابطة، رابطة علماء ليبيا، من أين أخذتها؟ هل هي أخذتها من المجلس الأعلى للإفتاء الذي كان متكون الفترة الماضية، ولا لا يزال يعني ساري المفعول؟ يعني حدثني، من أين أتت بشرعيتها؟ هل هي من شريحة العلماء الذين يعني انتموا إليها وانتسبوا لها؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صفوة الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فكما تفضل أستاذنا وهو متعين على كل ليبي أن يترحم على الشهداء الذين قدموا حياتهم فداء لهذا الوطن، وتقديم الإنسان لحياته هو أغلى شيء عنده يقدمه لهذا الوطن بالنسبة لتحريرها من يد كل من بغى عليها أو اعتدى على ترابها أو حاول أن يستدل أن يس أن يعني يذل شعبها أو يقمعه بأي وجه من وجوه القمع. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ثوار هذه الثورة المباركة إلى إنجاح ثورتهم، ونجاح الثورة مرتهن ومتوقف على تحقيق أهدافها، فلا تنجح الثورة إلا بتحقيق أهدافها، وذلك بتحقيق الحرية والعدالة الكاملة وإحقاق الحق والحكم بشرع الله وإقصاء كل ظالم يحاول الاعتداء على أهداف الثورة أو على أبناء هذا الشعب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن بالشفاء العاجل على كل جريح أو على كل مريض في هذا الوطن وفي غيره من بلدان المسلمين وأوطانهم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرد كل مفقود إلى أهله سالما غانما بإذنه جل جلاله. وأفوض الأمر لله سبحانه وتعالى في كل من قاتل أبناء هذا الوطن أو اعتدى على حرماته، لأنه وحده الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما سؤالك فضيلة الأستاذ عن هذه الرابطة، فإن العلماء شرعيتهم من الله سبحانه وتعالى، لأنهم المأمورون ببيان أحكام الله جل جلاله التي عرفوها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والساكت عن الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيطان أخرس. ومن هنا تعين على العلماء أن يقولوا قول الحق وأن يبينوا للأمة حكم كل مسألة تطرح على كل واحد منهم أو على جماعتهم عندما يكونوا مجتمعين. وهذا ما درسه أبناء يعني علماء الشريعة وما فهموه من الكتاب ومن السنة، فشرعيتهم الأولى من شرع الله جل جلاله، لأنهم أمروا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وربنا سبحانه وتعالى في فضل العلم بدأ شيئا بنفسه وثنى بملائكته وثلت بأهل العلم، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبين لأصحابه منزلة العلماء من الصحابة، لأن الصحابة ليسوا جميعا فقهاء، وإنما عرف منهم من عرف بالحديث كسيدنا أبي هريرة، فكان عليه الصلاة والسلام يقول أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأقضاكم علي، وأقرأكم أبي، إلى غير ذلك. فالشرعية الأولى للعلماء مكتسبة من كتاب الله ومن سنة النبي، أي من شريعتنا. والشرعية الثانية التي اكتسبها العلماء شرعية العباد، لأن العباد بحاجة إلى من يبين لهم أحكام دينهم، فلو تقاعس العلماء في تبيين الأحكام وفي توضيحها لترتب على ذلك وقوع الأمة في خطر كبير وفي خطر جسيم، لأن الإنسان في حياته محتاج إلى حكم الله في كل أمر يأتيه أو يتركه. ومن المتعارف عليه عند علمائنا أنه لا يجوز لأحد أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. فتأسست هذه الرابطة، وكون هناك هيئة علماء أو هناك رابطة كما تفضلت رابطة يعني الوعاظ
ومن أو من يومين أو ثلاثة سمعت أو علمت بأن هناك رابطة تأسست وهي رابطة القراء وطلب وعلماء القراءات، فهذا ليس أمرا ممنوعا وليس بدعا من القول، لأن الأصل أن المخلوق أن الخالق واحد والمخلوق متعدد. المخلوق متعدد ما دامت هذه التجمعات كلها تشتغل لمصلحة البلاد ولخدمة العباد فهذا شيء لا غبار عليه، متى صدقت النوايا وتم الإخلاص في العمل. الأصل في الأعمال أن تكون النوايا صادقة وأن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى، فتعدد هذه الروابط هذا لا ضير فيه ولا حرج فيه بحال من الأحوال. هذا القانون قانون دار الإفتاء هل هو عرض على رابطة علماء ليبيا كجسم واحد أم عرض يعني فرادة على علماء معينين؟ هو الحقيقة يعني علمت الرابطة بأن قانونا قدم للمجلس الوطني الانتقالي للاعتماد وسمعنا بهذا ودرست بعض قضايا هذا القانون، فوجدت الرابطة أن هذا القانون يحتاج إلى تعديل، لسيما وأن من بين ما تم في هذا القانون أو ما وضع في هذا القانون أن الدار يكون فيها مفتي ونائب مفتي ومجموعة من المفتين في المدن أو العامة والمفتين الخاصين بالمحلات أو الله أعلم بمقصود القانون في هذه المسألة. وارتأت رابطة علماء ليبيا أن الواجب المحتم عليها أن تبين للمجلس الوطني الانتقالي ما وقع في هذا القانون من أخطاء حتى يتفاداها، ولأن احنا الآن البلاد في طور الإنشاء والتأسيس، وما نرجوه ويرجوه كل ليبي أن تكون قواعد البناء سليمة وصحيحة حتى يستقر هذا البناء وحتى يثبت وحتى يكتب الله له الدوام. وبالتالي رأت الرابطة أن تضع هذه التعديلات، فقدمت للمجلس الوطني الانتقالي مذكرة بيّنت فيها أنه ينبغي أن يكون المجلس الإفتاء مكوناً من نخبة من علماء البلاد، هؤلاء العلماء الذين شهد لهم أهل الاختصاص في هذه البلاد بأنهم أهل لتولي هذا المنصب، فقهاء وأصوليين وغير ذلك، ويجمع هذا المجلس علماء من المالكية والسادة الإباضية، من السادة المالكية والسادة الإباضية، بالنظر إلى أن البلاد جلها على المدرسة المالكية وهناك مجموعة أو هناك يعني بعض أفراد شعبنا أو مجموعة ليس بعض وإنما شريحة لا بأس بها من أبناء هذا الشعب على المدرسة الإباضية، والاختلاف في فروع الشريعة أمر جائز ولا غضير فيه ولا حرج فيه. فارتأت الرابطة أن يكون المجلس الأعلى للإفتاء مكونا من علماء المالكية مع عالم مثلا من علماء السادة الإباضية، ويكون رئيس لهذا المجلس سمي مفتيا انتخب من هؤلاء العلماء فيما بينهم أو سمي رئيس مجلس الإفتاء. بهذه الطريقة نستطيع أن نأمن الوقوع في الخطأ والزلل من جانب الإفتاء، لأن وجود شخص واحد، ونحن الآن بحيث أن هناك جزئية تفضل بها أستاذنا وأنا أعرج عليها مرة أخرى، وهو أن الرابطة رأت تعديل القانون دون النظر إلى من يتولى الإفتاء، أما لأن المتولي للإفتاء هذا مآله إلى الزوال، يعني في نهاية الأمر لو كون فلان بيتولى الإفتاء هذا إما أن يعني بموت أو بعزل أو باستقالة أو بعجز، لأن القانون يتصرف فيه الواحد الأحد، لكن إحنا الآن بنضع قانون تسير عليه الدولة في حاضرها وفي مستقبلها، فلابد أن يكون هذا القانون صحيحا سليما بحيث نتفادى الوقوع في الأخطاء. فعندما يتكون المجلس من مجموعة من العلماء نأمن جانب الخطأ الوقوع في الخطأ في الفتوى، لأن الإنسان مهما كان عالما ولو كان أعلم رجل على وجه البسيطة فإنه يكون قاصرا لأن الكمال لله وحده. والعصمة دكتور عبد الإله الآن يعني تتحدث عن تعديل القانون وليس رفض القانون جملة وتفصيلا. أبداً. الآن ذكرت في حديثك تعديل القانون وليس رفض القانون. أبداً. الرابطة لم ترفض القانون على الإطلاق، وإنما رأت تعديل ما ينبغي تعديله مما ارتأته يعني مخالفا لبعض مخالفا في بعض الجوانب لما ينبغي أن يكون عليه أو لما يجب أن يكون عليه. فالاعتراض هنا يعني كما تفضلت حضرتك أو كما يعني أردف القول أن الإنسان مهما كان عالما
فلا يمكن أن يؤمن جانبه من الوقوع في الخطأ. نعم. لأن العصمة لم تثبت في هذه الأمة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم في شخصه وللأمة في مجموعها. أصبح الاجتهاد الفردي مستحيل في هذا الزمان. هذا الواقع هو الاجتهاد الفردي. هو الإمام السيوطي في مقدمة همع الأوامع، همع الهوامع، أحد كتب النحو الطويلة في اللغة. نعم. ذكر في مقدمة الكتاب قائلا: وتوفرت لدي آلات الاجتهاد كاملة، مع أن هذا الاجتهاد كان اجتهاد مذهبي ولم يكن اجتهاد مطلق، ومع هذا علماء عصره لم يسلموا له في ذلك وناقشوه في هذه المسألة. باب الاجتهاد مفتوحا، لكن الفارس اللي بيدخل هذه الحلبة أين هو؟ أين هو؟ من الذي توفر فيه الشروط التي وضعها علماء الأصول في من يمكن أن يتعامل مع نصوص القرآن أو السنة مباشرة؟ وبالتالي هنا الاجتهاد الجماعي يأمن الناس به من الزلل والوقوع في الخطأ. ولذلك لما يكون المجلس مكونا من هذه المجموعة، إذا أخطأ البعض رد البعض الآخر المخطئ إلى الجادة، ومن هنا يأمن الناس الوقوع في الخطأ من جانب الفتوى، ويأمنون تضارب الفتوى. فربما المفتي مثلا يرى رأيا وفق ما ارتآه، ثم بعد ذلك بأسبوع أو بشهر أو بغير ذلك في نفس الفتوى يرى رأيا آخر، وبالتالي هناك تضارب يقع. لكن لما يكون المجلس مكونا بهذه الطريقة فهنا لا نقع في الخطأ بحال من الأحوال، وإن وقع فإن الخطأ يكون هينا وبسيطا. يعني هنا أقول بأن الباري سبحانه وتعالى خاطب نبيه المعصوم عليه الصلاة والسلام بقوله: وشاورهم في الأمر، وقوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. والرسول عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم كان يقول للصحابة: أشيروا علي أيها الناس. وكان يستشير، استشار الرسول عليه الصلاة والسلام أم سلمة، استشار أم سلمة وأشارت عليه برأي أمن الناس بذلك الرأي المخالفة، بعد أن تأثر النبي عليه الصلاة والسلام من إعراضهم أو من عدم إقدامهم على ما أمرهم به. ورأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. فالرابطة لم تعترض على القانون من حيث المبدأ، وإنما رأت تعديل ما رأته ما ينبغي تعديله. دكتور عبد الإله، لتحدثني أكثر وتفصيلا عن ماذا يعني تنتقد الرابطة وماذا تريد أن تعدل في هذا القانون. ولكن شيخ، نعم شيخ عمر، نحن لم نطلع على القانون وسمعنا بصدوره فطلبنا الاطلاع عليه، وطلبنا مهلة للنظر فيه، فوعدنا بأن يعطى لنا في اليوم القادم، وأعطي لنا يوم 19 ولننظر فيه. أخذنا بعين الاعتبار هذه المهمة وفرحنا بها، لأنها يعني تحقيق لمطلب عظيم نأمن منه به من الخطأ، ومسيرة الفتوى تكون سليمة. فلما وزعناه على أنحاء البلاد كلها وعلى العلماء المتفرقين تبعا لجامعاتهم وتبعا لتواجدهم في أعمالهم وفي منازلهم وفي غير ذلك، البلاد متسعة. فيعني لما سلم لنا يوم 19 والمفروض أن نأخذ على الأقل أسبوع، لم يكن المجال متسع بأن كم فعلا لا احنا ما درسناش قبل. نعم. ما لم يقع بين أيدينا قبل ذلك، سمعنا سماعا. نعم. نعم. فلما اتصلنا بالجهات المعنية قالوا: صحيح موجود. قلنا: لابد أن نناقش. قالوا: نعم ناقشوه. قلنا: نعم. لابد أن يكون بين أيدينا للاطلاع عليه قبل ذلك. فأعطوه لنا، ولكن لم نعطى المهلة الزمنية الكافية للنظر فيه. نعم. ففوجئنا في اليوم التالي بصدور القانون، وملاحظاتنا ما زالت تحت أيدينا وتحت النظر وتحت التكوين. نعم. هنا نعم. نعم دكتور عمر، استسمحك بس عذرا، نأخذ هالاتصال. معنا الأستاذ أحمد الدايق، عضو بالمجلس الانتقالي سابقا. أهلا ومرحبا بك. مرحبا بك أخ عبد الشكور الكرام، أجب المناورة التحيات. الله يخليك أستاذ أحمد. أنت يعني علقت عضويتك في المجلس الوطني الانتقالي، وأنت كنت رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالمجلس الوطني الانتقالي. أنت مطلع على هذا القانون، قانون دار الإفتاء الذي صدر يوم 20 فبراير في هذا العام. حدثنا، يعني لديك الكثير من التعليقات على هذا القانون. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لما صدر في شهر مايو في شهر 5 قرار بإنشاء مجلس للإفتاء، كان يرأسه الشيخ الدكتور الصادق الغرياني قبل تحرير طرابلس، صدر هذا القرار بأن يكلف الشيخ الصادق الغرياني برئاسة مجلس الأعلى للإفتاء وأن يسمي باقي الأعضاء. ولكن لظروف كانت تمر بها البلاد ولصعوبة تسمية بعض العلماء الذين ربما يكونوا لازالوا محاصرين في بعض المناطق، آثر الشيخ يعني التحفظ على الأسماء. بعد ذلك لما طلب منه تسمية الأسماء بعد كامل تحرير البلاد، تقدم الشيخ بمذكرة أو بقانون هيكلة دار الإفتاء. نعم. بمعنى أن ذلك القرار مجلس الإفتاء الآن لم يعد صالحا بالنسبة له، وهو يريد أن ينشئ دار للإفتاء وأن يكون هو مفتيا أو مفتي، نعم مفتي للبلاد، وأن يكون له نائب مفتي، وأن يكون هناك مفتي محافظات، وأن يرأس كل مفتي محافظة مفتي بلديات أو مفتيين محليين كما سماهم الشيخ. وإلى كامل التقسيمات التي ذكرها الأخوة الفاضل الآن من مجلس بحوث شرعية وكذا، نحن بداية اختلفنا مع الشيخ من ناحية المبدأ، من ضرورة أن يكون هناك مجمع فقهي أو مجلس للإفتاء وألا تكون دار للإفتاء فقط. ألو؟ نعم معك. نعم معك. ألا يكون هناك دار للإفتاء وأن يرأسها مفتي فقط، إنما تكون هناك يعني يكون هناك مجمع فقهي أو مجلس للإفتاء، لأن الاجتهاد الفردي في هذا العصر يكاد يكون مستحيلا بعد كل هذا التبحر في الاختصاص والتشابك في تركيب المجتمعات والتأثر والتأثير بين الأمم. يعني والحالة هذه لا سيما من الاتجاه ناحية العقل الجماعي المؤسسي ومراكز البحوث والدراسات التي تمتلك النظر في الجهات كلها وفي العلوم كلها. إذا يعني وضحنا للدكتور الصادق أن التعاليم الإسلامية هي تعاليم مجردة خالية من عناصر التشخص، دور المجتهد والفقيه أن يعمل على إسقاط هذه التعاليم على شخوص الناس وصوغها في برامج علمية وصياغة لتضبط حركة الناس في الشارع، إذ أن معرفة الحكم الشرعي فقط هو نصف الخطاب الشرعي، والاكتفاء بالرؤية النصفية أعتقد دون معرفة الواقع وكيفية بسطه على الواقع يعني أمر يعطينا نصف الخطاب الشرعي ولا يعطي الخطاب الشرعي بشكل كامل. لذلك طلبنا من الدكتور الصادق أن يكون هناك عدد كبير من المختصين أيضا في يستعين بمختصين سواء في علم الشريعة من تخصصات أخرى كالقراءات وأصول الفقه ومصطلح الحديث والحديث، وأيضا يستعين بخبراء آخرين من علماء الاجتماع والنفس والساسة والاقتصاد لكي تخرج الفتوى كاملة متكاملة للمواطن في الشارع الليبي، ولا يحدث الازدواج الذي كان يحصل أيام الهيئة العامة الأوقاف أيام معمر القذافي. نعم. كل يعني يفتي بشكل ويصدر فتوى بشكل، فكان الاختلاف من ناحية المبدأ فضلا عن الملاحظات القانونية التي اختصت به اللجنة القانونية، إذ أن المقترح كان عبارة عن 8 أوراق كانت نصوصه